اللهم هذا رمضان قد أقبل على الرحيم، اللهم هذا رمضان قد أقبل على الرحيل، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسنة مديدة، واجعلنا اللهم فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفاه.